لدى تلقي سموه تهاني السلطة التشريعية بمناسبة منحه جائزة القيادة المتميزة للعام 2016 من الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتطوير، التي تم منحها لسموه تقديرا لجهوده الرائدة في تحقيق التنمية البشرية على المستويين المحلي والدولي. أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن تقدير المنظمات الدولية لسموه جاء مقابل إنجازات كبيرة حققت وفق الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وأكد سموه أن كلمة حق تقال في أن هذا الشعب العزيز هو من يستحق التكريم لمواقفه المشرفة وعطائه المنهمر في سبيل الوطن، والذي أدى لتبوأ البحرين هذه المراتب المتقدمة. فيما أكد رئيس وأعضاء السلطة التشريعية أن هذه الجائزة تأتي تتويجا لمسيرة عامرة بالعطاء، حتى تمكن سموه من الوصول بالتنمية البشرية البحرينية إلى أعلى المراتب. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية اليوم معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى، بحضور معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق، وعددا من الوزراء والمسؤولين بالمملكة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن مملكة البحرين دولة محبة للسلام وتمد يدها رغبة بالتعاون مع الجميع، ولكنها لا تقبل أبدا ولا تجامل في مصالح الوطن، وعندما يتعلق الأمر بأمن الوطن والمواطن فكلنا على قلب رجل واحد في الدفاع عنه. وقال سموه: بقيادة ملك البلاد المفدى الذي حملنا الثقة وأعطيناه الولاء والعهد على العمل المخلص، فإننا ماضون في تبني المبادرات التي تضمن البيئة الآمنة التي تفسح المجال أمام التنمية لتنطلق بأريحية باتجاه تحقيق أهدافها. واستعرض صاحب السمو الملكي مع رئيسي وأعضاء السلطة التشريعية عددا من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني. وقال سموه مخاطبا النواب: لقائي بكم يهمني ويهم أهل البحرين قاطبة، فما تطرحونه هو رأي المواطن، لأنكم من تمثلون هذا الشعب الذي اختاركم بإرادته الحرة لهذه المهمة. مؤكدا سموه حرص الحكومة على إسناد الدور الوطني الكبير المنوط بأعضاء مجلس النواب على الصعيد التشريعي والرقابي.